حينما ينتصف الليل في 24 من يونيو حزيران، يتحاشد الإسبان عند البحر للاحتفال بعيد القديس إخوان أو النبي يحيى بالعربية، والتي تعود جذوره اليونانية إلى طقوس الاحتفاء بالآلهة أبولو أو إلى مينيرفا أشهر آلهة الرومان. هنا تتوهج رمال البحر بألسنة اللهب، إنه عيد سان خوان. منذ أول المساء يحتشد الناس في الطرقات المؤدية إلى البحر، قليل منهم من تجده لا يتأبط شيئاً. حقائب ممتلئة بالطعام، أنواع من الشراب، وعدد النار والأفرشة وأشياء أخرى. البحر هو وجهتهم، إنها ليلة سان خوان، وهو عيد شعبي يعتز به الأسبان مثل كثير من الشعوب، ويسعون إلى إحيائه ويفضلون البحر لإمضاء ليلتهم هذه على شواطئه. ليلة سان خوان هي الليلة التي ينتصف فيها الصيف، وهي عادة تصادف 21 من شهر حزيران، غير أن الأسبان اختاروا الاحتفال بهذه المناسبة في الليلة الواقعة بين 23 والرابع 24 من حزيران. وهذا الاحتفال برغم أن تسميته المسيحية الظاهرة كونه مسمى باسم القديس إخوان الذي يعني بالعربية النبي يحيى، إلا أن المصادر التاريخية تشير إلى جذوره اليونانية، حيث كان مكرساً للاحتفال بالآلهة أبولو، ثم انتقل بعدها إلى الحضارة الرومانية فصار احتفالاً بالآلهة مينيرفا، وكانت توقد النيران بهذه المناسبة في الأماسي، ويجري عادة القفز فوق لهيب النيران لثلاث مرات. حتى اليوم يعيد الناس تقاليد تلك الليالي التي توارثها شباباً وصغاراً وشيوخاً، حيث يتحول شاطئ البحر بتلك الليلة كما لم يكن بأي ليلة أخرى يشهدها رمله وماؤه. وبهذه المناسبة تقام العديد من الفعاليات التي اجتذبت إليها الناس، منها هذا الحفل الغنائي الذي اجتمع إليه العديد من الشباب والشابات. مع الموسيقى والأضواء الراقصة يتحول كل شيء إلى بهجة. تتضمن طقوس الاحتفال بهذه الليلة عدداً من الفعاليات، أولها أن يكتب الشخص على ورقة
كل الأحداث السيئة التي مر بها خلال العام الماضي، ثم يتم حرقها، ثم يجري بعدها القيام بكتابة ورقة تتضمن كل الأمان التي يتطلع إليها الشخص في عامه الجديد، ويلقي بها في الماء شريطة أن يسير إلى البحر وظهره إليه حتى يدخل الماء أو يسبح فيه. وقد يستعيض عن كتابة الورقة باستحضار تلك الأمان التي يرجو تحقيقها في عامه الجديد في أثناء التقدم إلى ماء البحر، سيراً بخطوات إلى الوراء، وغالباً ما يعم بماء البحر أملاً بالتطهر وما يعنيه الماء من رمز للحياة. وجدنا مجموعة من الطلاب يحتفلون بحرق أوراق العام الدراسي بعد أن أنهوا دراستهم، متطلعين لمستقبل مهني سيغير حياتهم. بعض الناس يلجأ إلى عمل دمية يحشونها بأوراق كتبت فيها الذكريات المزعجة، وحين يحين الوقت يقومون بحرقها عند منتصف الليل. Somos un grupo, esta es mi hija, sus amigos. Lo hemos hecho ayer en casa y después se va a quemar metiendo todos los deseos y todo lo que no se quiere dentro y se quema. ¿Pero por qué hombre? Porque es la noche de San Juan. ¿Y este? San Juan es su nombre. Y por la noche de San Juan normalmente pues se festeja y se quema un jua, lo que se llama un jua. Algunos años venimos, otros no, depende. Poca gente lo hace porque la verdad no dejan quemar nada en la playa. La gente viene sobre todo a bailar, a beber, la juventud, o hay familias también que vienen para estar un rato y ya está. Pues la gente normalmente se baña esta noche para tener buena cosa para todo el año, para que le dé suerte para todo el año. Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan ولأن السلطات منعت الناس منذ بضع سنوات من إشعال النيران خشية من مخاطرها ووضعت غرامات مالية باهظة، ومع ذلك فإن البعض لا يبالي بتفويت تقليد ورثوه لهذه الليلة، إلا أن هناك الكثير أيضا ممن لجأوا إلى إيقاد الشموع كتعبير رمزي للاحتفال بهذه الليلة ومساهمة بعدم تلوث المكان. Fuego es porque es un ritual donde nosotros vamos a quemar ahora una serie de malos pensamientos y deseos, lo vamos a quemar ahora dentro de un rato y posteriormente entramos en el agua del mar y pedimos los deseos para todo el año. A San Juan, porque es la fiesta de San Juan. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte. المطاعم الممتدة على الشاطئ لها موسمها أيضاً بهذه الليلة، فهي تعد المأكولات التقليدية الخاصة بليلة سان خوان كسمك السردين المشوي الذي يتم إعداده على قاعدة تشبه الزورق توقد فيه النار. عند منتصف الليل تتقل السماء بالألعاب النارية ابتهاجاً بهذه الليلة، الليلة التي ولد فيها سان خوان والتي تشكل منتصف الصيف، الليلة التي نمحي فيها الذكريات السيئة ونتطلع بها إلى الآمال الطيبة المقبلة.
مواقد الشواء تعلن عن نفسها بدخانها المنفلت وبرائحة الشواء. وثمة من يلعب وثمة من يتجول. ثمة من يعجبه إطلاق بالونات مشتعلة صغيرة تشبه أحلامهم المحلقة. الكثير من الأصدقاء أو العشاق أحضروا معهم فضلاً عن عدد الأكل والشرب، أحضروا خيمة صغيرة للنوم فيها على شاطئ البحر حتى الصباح. هنا ستتلألأ النجوم وسيحل الفجر جميلاً برفقة البحر. Hoy quiero soñar contigo y perdernos en mi sueño. Hoy quiero soñar contigo. في هذه الليلة يستسلم الناس إلى كثير من السحر ويلجؤون إلى ذلك بأنواع شتى من الوسائل، بالنار أو الماء أو ما بينهما من وسائل لمغادرة الأحزان بانتظار طائر الصاعد الجميل. Alumbrar la noche con la luz de tu recuerdo.